دفعت ثمن كبريائك؟ آه. في أنهي موقف؟ في كل حاجة. إيه؟ في كل حاجة. من كل اللي قلت لك ده كان أنا مش قابل ده. يعني 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 أنا مش قابل إنك تتعامل معايا كده خالص. طيب دموعك إمتى غلبت كبريائك؟ إمتى دموعك نزلت وغلبت كبريائك؟ كانت أختي الصغيرة، إحنا 4 صبيان وثلاث بنات، أختي الصغيرة وهي بتتجوز وهي اللي فاضلة، ف ما 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 ليلة فرحها لقيت أمي وإحنا قاعدين في وسطيها وهو خدها عرسها ومشي. ما أنا اتعلمت حاجات كتير مخلياني بقول للحياة طز، للدنيا كلها طز طز. فلما تقعد أمي اللي كانت كل حاجة في حياتي تقريبا يعني تقول لنا يعني أنا خلاص أديت الأمانة اللي عندي، آخر بنت اتجوزت، أنا بصيت لها كده في إيه؟ فقالت ودوني المستشفى. ما كانش حد يعرف، مش عايز اقول لحد لان عندها كل العلامات، مش عايز اقول عشان تجوز البنت، عشان البنت تفرح. فننقلها في نفس الليله، انا اكتشف ان كان عندها سرطان في المعده والحاله متاخره، لكن هي كانت حاسه ومخبيه. كانت عارفه. كانت عارفه ومخبيه. كانت عارفه ومخبيه. الانسان في مصر بيتربى على ده، علشان كده ما بعرفش اسيب البلد دي. فعملت واكيد عملت لاخواتي ولينا كلنا وجع. خبت ليه؟ ليه خبت؟ علشان تأدي الامانه، هي مفهومها كده. يعني لو دخلت مستشفى وحصل لها حاجه او الدنيا مش عارف، البنت مش هتفرح، اخر بنت روحيه الصغيره. ما خدتش 11 يوم. وكأنها كانت بتقول أو كأنها بتقول أنا خلاص أديت الأمانة بقى، خلوني أمشي. 11 يوم على طول وتوفت. قالت لك آخر حاجة إيه؟ آخر حاجة قالتها لك تفتكر؟ آخر حاجة قالتها لك كانت إيه؟ عايز أصلي. هي قالت لك كده، عايز أصلي. وهي على التنفس، وهي على الأجهزة كلها. وصلت؟ عرفت تصلي؟ عايز أصلي. صلي. وهي نايمة. وهي نايمة. قلت لها صلي يا ماما. صلي يعني انا واخويا محسن الكبير واقفين، قالت عايز اصلي. بس قادره تقولها لانها ما سابتش فرض طول عمرها فهي في المستشفى ومش عارفه ايه اللي بيحصل. وصيتك اي وصيه اخيره؟ قالت لك ايه؟ قالت لي انت الناس بتحبك. قالت لك كده قبل ما تدخل في الازمه. كانها كانت بتوصيني. فحافظ على حب الناس. يمكن ده جزء من ازمتي، مش انا اقول لك اهو، انه الكلمه دي بترن في دماغي كتير، ترن في ودني وترن في جوايا، انه الناس بتحبك، حافظ على الحب ده، فمش عارف اتنازل. اكتر حاجه مفتقدها فيها ايه؟ مفتقد ايه؟ دلع. الدلع. انك بتدلعك حتى عليك. احنا كبار وانا عندي اولاد. كانت لا ما 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 هي ده 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 قول لها رساله كده. لو هي قدامك دلوقتي هتقول لها ايه؟ ايه حاجه كان نفسك تقولها لها وما قلتهالهاش؟ شكلها أثرت في حياتك جامد على فكرة جدا. هي كانت كل حاجة. تقول لها إيه دلوقتي لو شايفها؟ هقول لك سر. أنا كنت بنجح عشانها والله العظيم، إنها من 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 وأنا صغير تقول لي أنت هتبقى حاجة كويسة. ما تعرفش إيه؟ أنت هتبقى حاجة كويسة. أما راحت راح خدت حاجات كتير معاها؟ فحسيت إنها بعد ما مشيت إن أنا كنت بنجح عشانها، فعشان كده ما بقاش حاجه ليها لا في حاجه اتاخدت طبعا اكيد. اصل انا كنت دلعتها شويه في الصبيان شويه. كانت مؤمنه بيك؟
شويه. فخدت الله يرحمه. الله يرحمه.